ولكي نطمئن على الأوضاع وآخر التطورات في هذه المشاركة الخاصة بالتصويت المبكر للناخبين الأمريكيين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، مع زميلي كريم يسري مراسل إكسترا نيوز من هناك. كريم، تحياتي لك في البداية، وما الجديد لديك؟ تفضل. نعم آية، بدأ بالفعل عمليات التصويت المباشر وليس المبكر، المبكر انتهى أول أمس هنا في ولاية بنسلفانيا، لكن عمليات التصويت المباشر بدأت اليوم في 7 صباحا وتمتد حتى 8 مساء بتوقيت ولاية بنسلفانيا. ونعلم بالتأكيد أن ولاية بنسلفانيا هي واحدة من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية هذا العام، إذن أيضا تحدثنا عن بنسلفانيا تمتلك وحدها 20 صوتا بالمجمع الانتخابي، الولايات المتأرجحة بشكل كامل تمتلك 141 صوتا بالمجمع الانتخابي. هناك أصوات أو ولايات تعتبر مضمونة بالنسبة للحزب الديمقراطي، وهناك ولايات أخرى تعتبر مضمونة بالنسبة للحزب الجمهوري، لكن المعركة بشكل كبير تدور في الولايات المتأرجحة التي تعد أهمها هي ولاية فلوريدا، تأتي بعدها ولاية بنسلفانيا. تحدثنا أيضا عن أن المعركة الانتخابية لا تجرى فقط على مستوى الرئاسة الأمريكية، لكن أيضا تجرى على مستوى الكونغرس الأمريكي، كان بغرفتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب في كل الولايات تقريبا وفي كل المدن. وبالتالي العملية الانتخابية هذا العام ربما تشهد إقبالا قياسيا من قبل الناخبين. نعلم أن أعلى نقطة سجلتها الانتخابات الأمريكية في تاريخها كان عام 1960 حينما فاز كينيدي بالرئاسة الأمريكية، لكن كانت نسبة المشاركة آنذاك حوالي 63% من نسبة من لهم حق التصويت، ولكن كل استطلاعات الرأي وكل الخبراء يتحدثون عن أن النسبة هذا العام قد تتجاوز 70%. كان لي لقاء مع مستشارة المجلس المدينة، وهي واحدة من مساعدين مجلس المدينة هنا بمدينة فيلادلفيا، وسألتها عن مدى الاستعدادات الخاصة بالمدينة لمواجهة ربما عدد من التظاهرات أو أعمال العنف كما حدث على مدار الأسبوع الماضي، وأدى لانتشار قوات الحرس الوطنية التابعة للجيش الأمريكي. وذكرت أن كل المحلات التجارية وكل ما وكل أيضا الأماكن الحيوية اتخذت تدابيرها تحسبا لخروج تظاهرات أو أعمال شغب وأعمال نهب وسرقة في المدينة. هناك تخوف حتى بين المواطنين الذين سألناهم حول هذا الأمر، هناك تخوف من نتيجة الانتخابات، خاصة أنها ربما تتأخر بسبب عمليات فرز التصويت عبر البريد التي بدأت اليوم. ربما منذ قليل بدأت عمليات فرز الأصوات عبر البريد في مركز مؤتمرات مدينة فيلادلفيا، وبالتالي ربما نشهد أعمال شغب خلال اليوم أو غدا، خاصة وأن مع تأخر ظهور النتيجة ربما تنتشر الشكوك وتنتشر الشائعات. طيب كريم، يعني أرى من خلفك اسم ترامب ربما يكون في بعض اللافتات، وأيضا يعني سؤالي لك، بعض استطلاعات الرأي وإن كانت غير حاسمة، تعلم جيدا يعني الدرس المستفاد من الانتخابات السابقة في 2016 بأنها يعني ليست الحاسمة بشكل كبير في النتيجة النهائية، ولكن يعني الاستطلاعات المبدئية لديك في ولاية بنسلفانيا، خاصة وأنها من الولايات المتأرجحة والتي تحسم النتيجة بشكل كبير في هذه الانتخابات. بالفعل آية، بنسلفانيا هامة للغاية لكلا المرشحين، ولذا ركز عليها جو بايدن بشكل كبير منذ إعلانه أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، وربما وعد أنصاره بإعادة بنسلفانيا وميتشيغان وويسكونسن فيما كانت تسمى الولايات الجدار الأزرق التي كانت تؤيد الحزب الديمقراطي منذ التسعينيات، بداية تسعينيات القرن الماضي. إذ ما تحدثنا عن أن استطلاعات الرأي خرجت قبيل طبعا بدء العملية الانتخابية، كانت تعتمد على استطلاعات الرأي الخاصة بعمليات التصويت المبكر، كان بالاقتراع المباشر في مراكز الاقتراع، وكان التصويت عبر البريد. بايدن متقدم في بنسلفانيا ب4 نقاط، وبالتالي ربما تكون النتيجة متقاربة. عام 2016 كانت النتيجة متقاربة للغاية بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، ترامب تفوق ب44 ألف صوت فقط في ولاية بنسلفانيا على هيلاري كلينتون، لذا حظى
ب20 صوتا بالمجمع الانتخابي وفاز بالانتخابات وحول التوجه التاريخي لولاية بنسلفانيا من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر إلى الحزب الجمهوري. لذا كما ذكرتي ربما لا يمكننا الاعتماد على استطلاعات الرأي بشكل كبير، ولكن ما نرصده حاليا هو تقدم ترامب في ولاية بنسلفانيا قبيل بدء العملية الانتخابية. ربما مع العاشرة مساء اليوم ربما نرى استطلاعات رأي أخرى مع بدء عمليات الفرز مع إغلاق صناديق الاقتراع في 8 مساء. أكيد يا كريم هنتواصل معك في الساعات المقبلة لكي نعلم كل ما هو جديد وآخر التطورات الخاصة في ولاية بنسلفانيا. كريم يسري زميلي ومراسل إكسترا نيوز، أنا شاكرة جدا ليك على كل هذه التفاصيل.